تمام. ميدو أسامة يعني صاحب الرقم القياسي في الكرة المصرية، وانت بالرغم انك انت صغير مثلا بنتكلم في 16 سنة، لكن ميدو أسامة صاحب الرقم القياسي في الكرة المصرية. عمل ايه؟ احرز هدف بعد 8 ثواني من بداية المباراة، كانت المباراة بين الاهلي والزمالك، واحرز هدف، صح كده؟ تمام صح. طب قول لنا. الله يعني يعني ده طبعا من حظي يعني، وده كرم من عند ربنا طبعا، ربنا يكرمني واعمل حاجه زي دي في ماتش كبير زي ماتش الزمالك. يعني طبعا حضرتك عارف ظروف الماتش، اهلي وزمالك دي ليها طابع خاص كده، بغض النظر عن هو ماتش دوري او كاس، ايا كان هو ماتش القمه بيبقى ليه طابع خاص. فطبعا يعني كانت حاجه فرحتني جدا وكانت مفاجاه برضه بالنسبه لي. يعني كنت متوقع انك انت بعد، انت الاول المباراه دي عملتوا فيها ايه؟ احنا الحمد لله كسبنا الماتش ده 4-1، كسبتوه 4-1 وانت لله. احرزت هدف بعد 8 ثواني. طب كنت وقتها متخيل بعد 8 ثواني احرز لا الهدف ده؟ ده ميدو نبيل. ده ميدو نبيل. طيب هروح الاول نخلص الاول مع ميدو أسامة، نروح لميدو نبيل للهدف ده، عشان الهدف ده من الاهداف الحلوه اللي عايز اتكلم عنها باستفاضه جدا. قول لي بقى الهدف ده 8 ثواني، بدا الاعلام بعدها يتكلم ويحط الارقام القياسيه، استقبلت الخبر ازاي؟ والله طبعا يعني انا حضرتك مش بركز خالص مع السوشيال ميديا في الحاجات دي عامه، يعني لان انا عارف ان انا اتجاهي ان انا عايز العب كوره وابسط وابقى بحقق حاجه لنفسي يعني. فطبعا انا بس اكيد اتبسطت طبعا من اللي حصل والكلام اللي اتقال عليا الحمد لله يعني، بس طبعا خدت الكلام ده كايجابي بالنسبه لي ان انا اشتغل على نفسي اكتر واكتر لحقق حاجات تانية بالنسبه لي ان شاء الله الفتره قدام. كويس.